طيب كابتن هادي، دلوقتي تشكيلة النادي الأهلي من وجهة نظر حضرتك، لو حضرتك المدير الفني للنادي الأهلي، إيه التشكيل اللي ممكن الكابتن هادي خشبة يلعب بيه قدام فريق بايرن ميونخ؟ هتلعب ب11 ولا 15 لعيب؟ 11 لعيب. لا هو طبعا التشكيل هنا محتاج وزنه جامده جدا ومحتاج طبعا. فكرت فيه بعد ماتش امبارح ولا يعني جيت قعدت كده مع حضرتك او قبل ما تجيلي كده قلت الاهلي مين اللعيبه اللي ممكن يلعب بيها؟ طب طريقه اللعب، هل ممكن يلعب ب مثلا، انا هدردش مع حضرتك، هل ممكن الاهلي يلعب مثلا اكرم توفيق ناحيه الباك رايت، ولا ممكن يلعب بمحمد هاني ويلعب بالثلاثه في نص الملعب، يلعب بديانج وفتحي والسوليه؟ هل ممكن الاهلي يلعب ب 4-5-1؟ هل ممكن الاهلي يلعب بليبرو واثنين مساكين، يلعب ب3-5-2، 5-3-2؟ بص، هو النادي الاهلي مش هيغير طريقته 4-2-3-1، مش 4-3-3. لا مش هيغير طريقته الا في مركز واحد بس اللي هو مركز الديفندر. اوكي. وده اللي فيه مشكله، لان في انت لعيبه قدراتها البدنيه عاليه قوي في البايرن يعني. فبالتالي اتصور ان التشكيل هيبقى كالاتي: ان الشناوي حراسه المرمى، محمد هاني ناحيه اليمين، بدري بانون، اوكي، ايمن اشرف، اوكي، ناحيه الشمال علي معلول. تمام، دول الاربعه ثابتين، مش دول الاربعه اللي هم التشكيل الاولاني في الماتش الاولاني. تمام، والشناوي طبعا حارس مرمى. الشناوي تمام. الثلاثه في نص الملعب هيبقوا ثلاثه ديفندر اللي هو عمرو السوليه وديانج وحمدي فتحي. يعني دول حضرتك شايفهم افضل ثلاثي نص الملعب. خلي بالك، هو لما غير ديانج في الماتش في الماتش الاولاني، هو غيره مش فقط عشان حمدي فتحي عنده انذار، هو غيره عشان عايز يبقى يشوفه ويحسسه بالمباراه عشان الماتش اللي بعد كده. فانا اتصور ان الثلاثه دول هيكونوا ستاره في نص الملعب مهمه جدا للنادي الاهلي. فانت كده امنت الفرقه من الناحيه الدفاعيه. شوف بقى الشكل الهجومي انت. تمام. كده عندك بقى في الشكل الهجومي عندك قفشه. قفشه يلعب؟ قفشه لازم يلعب. اوكي، هيلعب قدام الثلاثة بتوع نص الملعب ولا يلعب على الطرف؟ لا ما يلعبش على الطرف. صح كده، احنا متفقين من اخر مرة ان قفشة فشل او مش حتته لان قفشة ما عندوش سرعات في الناحية الهجومية. يعني هو عنده تمريرات جيدة. صحيح. عنده قوة كنترول في التصويب، كمان على الكورة، كنترول عالي جدا. يعني كابتن يلعب تحت راس الحربة قفشة، يعني قدام الثلاثة يلعب قفشة. قفشة بالظبط كده. اوكي تمام، يبقى كده في اثنين لعيبة. هتلعب بيهم ازاي؟ اثنين سترايكرز ولا واحد جنب قفشه وواحد قدامهم؟ لا، واحد جنب قفشه، يعني اثنين تحت راس الحرب. اثنين واحد تحت من دم، واحد منهم مجدي قفشه. بالظبط كده. مين التاني اللي جنب قفشه؟ بص، انا عندنا طبعا اغششك اقول لك اللعيبه، الاختيار طاهر. من طاهر وحسين الشحات. طاهر وحسين الشحات، وفي محمد شريف، وفي محمد شريف وكهربا وواليا. تمام، صلاح محسن ومروان محسن، كل دول لعيبه موجوده ومتاحه. تمام. انا طبعا ما ينفعش ان انا احط كهربا ولا محمد شريف طالما ما لعبتهمش الماتش الاول. تمام، يعني لازم احط حسين الشحات على طول. هو بيحب حسين الشحات، هو جاب هدف الماتش اللي فات، وطبيعي كابتن يلعبه. هو بيحب حسين الشحات، فاتصور ان هو هيحط حسين الشحات. تمام، رغم ان طاهر عمل مباراه جيده جدا الماتش اللي فات يعني. وحسين الشحات انا شايف ان هو ما قدمش اعلى حاجه عنده في الماتش اللي فات، لكن الهدف طبعا اداله يعني ايه سماحيه ان هو يكون اساسي في الماتش ده. وبواليا هيبقى قدام. يعني حضرتك شايف ان بواليا هو لازم يدفع بيه في مباراه البايرن؟ هل حضرتك هيدفع بيه علشان خاطر لعب المباراه؟ عشان لعب المباراه. انا خلاص بقى، احنا نسينا اللي فات ونسينا محمد شريف ونسيت كهربا. انت خلاص، انت ده مباراه ثانيه خالص. انت بتحط لعيبه رجليها كانت في الملعب في اخر مباراه وداست على النجيله وشافت وخدت فتنس البطوله واشتغلت وعملت اداء جيد، فما ينفعش ان انا اروح ملخبط الدنيا ثاني. يعني ألخبطش الدنيا، انا بعمل في حدود. انا كل اللي انا ضحيت بيه بس طاهر عشان احط ديانج في نص الملعب بس. كل اللي انا عملته ما اقدرش اعمل اكتر من كده في ظل المعطيات اللي عندي. اكرم توفيق ما لعبش؟ لا طبعا. لا مش دور اكرم دلوقتي. طيب احنا دلوقتي يا كابتن بنتكلم على الناس اللي موجوده في الملعب. تمام، دكه البدلاء، مين اللعيبه اللي ممكن موسيماني يفكر فيها كحلول؟ حلو. او نتيجه ايجابيه او نتيجه سلبيه. بص، من يعني طبعا خط الهجوم حد صلاح على حسب بقى السيناريو للمباراه هيمشي ازاي. طب ممكن الكابتن موسيماني يفكر في سيناريو ضربات الجزاء؟ يعني ممكن دماغه توديه انه هيعمل نتيجه؟ هو يتمنى كده.
يعني انا ممكن هو يفكر في كده. اه يتمنى يعني كده. ممكن السيناريو الناس تقول البايرن يكسب الاهلي يكسب، هل موسيماني بيفكر وبيشوف ان احنا ممكن ناخد اللقاء ازاي لسكه ضربات الجزاء؟ اه طبعا، هو ان هو طبعا ما بيقولش لعيبته كده، لكن هو حاطط السيناريو ده موجود، فهو عايز يطول امد المباراه على قد ما يقدر ويستنفذ المنافس قدامه بشكل كبير جدا، ويعمل نوع من ايه، من تقفيل الخطوط وتقفيل مفاتيح اللعب لفريق البايرن، بحيث ان هو يقدر ان هو يكون عنده قدره في كل وقت من المباراه، خاصه الشوط الثاني، ان هو عنده دكه تساعده في تحقيق الهدف ده. فالدكه اللي موجوده اللي ممكن يكون ليه دور، انا شايف كهربا يبقى ليه دور، كهربا ومحمد شريف وطاهر طاهر. طب طاهر ولا حسين الشحات؟ حسين الشحات هو انا شايف ان طاهر كان في المباراه اللي فاتت كان احسن، لكن حسين الشحات انا بقول لك هو موسيماني بيحبه وجاب جون، فمش هينفع ان هو يخرجه، رغم ان الالتحام الاقوى لطاهر، يعني طاهر في الناحيه البدنيه وفي الناحيه الدفاعيه افضل من حسين الشحات في الحته القوه دي يعني. تمام. طبعا انت لعيبه البايرن كلهم فتنس وباور قوي جدا، فبالتالي هو ممكن عايز حد من كده، اتصور ان هو هيضحي بحد منهم عشان خاطر ديانج يعني. طيب كابتن نادي خشب، الحراك دلوقتي موجود جوه جهاز النادي الاهلي، ايه الحركه، الحاجه اللي هتوجهها؟ هل حراك موسيماني ممكن، او هتتكلم مع اللعيبه، تتكلم معاهم فني، ولا تتكلم معاهم نفسي، ولا تتكلم معاهم في الجزء اللي ليه علاقه بالحافز، يعني هتحفز اللعيبه؟ ايه اللي كابتن نادي خشبه ممكن يعمله علشان يستعمله كسلاح امام فريق بايرن ميونخ؟ اول حاجه العامل النفسي، لان العامل النفسي ده هو ده سلاح عندي اقدر انا استفاد بيه، ان انا بقول لهم ان انتوا ما تفكرش انك بتلعب مين، يعني انسى انك بتلعب البايرن دي خالص، انت النادي الاهلي، دايما استشعر القوة بتاعتك وثقتك في نفسك وشخصيتك القوية كنادي اهلي، واستحضر الماتش اللي فات ان انت كسبان، وان انت كسبان بشكل جيد، فبالتالي انزل من هذا المنطلق. ده اول حاجة. الناحية التانية ان انت لازم مع لعيبتك لازم دايما تحسسهم ان انت مش مهزوز، انت كمدير فني، ودي نقطة مهمة يا كابتن عمر، ان انت ما تبقاش يحسوا باي لحظة انت او الجهاز اللي معاك انك مهزوز او مرتبك او قلقان من الماتش في العادات بتاعتك اليومية اللي مع الفريق، يعني عاداتك اليومية سواء في التدريبات، في الاكل، في المطعم، في الاتوبيس، خلي عاداتك طبيعية جدا، بل بالعكس ان انت بتديهم يعني ايه ثقة في نفسهم.